السلام عليكم. صافا صافا هشام، كلشي بخير؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. السلام عليكم مشاهدينا ومرحبا بكم فيما كنتو في الموسم الثالث من جزيرة الكنز. جزيرة الكنز برنامج مغامرة التحدي التشويق والإثارة، كل حلقة يكون معنا 5 ديال المتبرعين في سباق ضد الزمن باش يفوزوا بالكنز اللي غيتهدى لإحدى الجمعيات الوطنية. هاد المشاركين هادو كيخصهم يتحداو المخاوف ديالهم، يعطيو أقصى ما عندهم إلا بغاو يوصلوا لهذا الكنز هذا ويهديوه للجمعية اللي لاعبين من أجلها. ما نعطوش المشاهدين واستقبلوا حالا ضيوف حلقة اليوم. فريق جديد غيدخل غمار المغامرة في جزيرة الكنز، فريق فريد، المغنية المتميزة ابتسام تيسكت، الكوميدي حمزة فيلالي، الممثل العالمي المغربي محمد قيسي، بالإضافة لفاطم الزهراء وعادين. الفريق كله حماس، هدف واحد جمعهم، جمعية بني سناس للأعمال الاجتماعية ببركان، واللي كيترأسها البطل الأولمبي هشام القروش. مرحبا بكم في الموسم الثالث من جزيرة الكنز. الله يحفظك. بارك الله عليكم. مرحبا بكم. اليوم فريق خطير، اليوم راه ما نخليو حتى ساروت. كنتمنى. صحيح. صلع فريق تبارك الله عليه واعر. واش مستعدين؟ مستعدين. شعاركم؟ شكون حنا؟ صبار. وشكون حنا؟ صبار. وشكون حنا؟ صبار. وشكون حنا؟ وي وي وي. أسبوع ما يرجعوش اللور. الله الله الله. خلعوا جيتوني مزيان، غير هو انا كنظن بانه رشيد بدا بدايه ماشي هي هذيك. كيفاش واش ما خفتيش؟ انا سي قيسي شنو بالك؟ وي رشيد. نعم. الا شي حاجه تعضني راني غادي نجي نعضك. الا شي حاجه قرصاتني نجي نقرصك، الا شي حاجه جيفاتني نجي نجيفك. لا حنا كاملين. الله يعاونكم. حنا كاملين. لا رشيد غيدافع علينا. ماشي غير انا. انا معاكم اليوم، انا معاكم باش نعاونكم باش تربحوا ان شاء الله. لا لا، في هذه الحلقه هذه رشيد غادي يكون معاكم، واكيد غادي يكون مطلوب منكم باش تعطيوا اقصى ما في جهدكم، لانه انتم مطالبين باش تجمعوا اكبر قدر مالي اللي غتهديوه للجمعيه من الجمعيات اللي لاعبين من اجلها، جمعيه بنيز ناس. هشام القروج اللي كان حاضر معنا في الموسم الاول هو رئيس الجمعيه ديال بنيز ناس، الجمعيه اللي كتحارب الهدر المدرسي. صديق ديالي قروش، ونشكره بزاف خاطر راه يعاون وليدات ديالنا، وشكروه بزاف، وحنا غادي نديروا المجهود. دونك دابا غادي نعطي توب ديبار، ومن دابا بدينا المغامره وغنمشيو لاول تحدي. واجدين؟ واجدين. يلا نعطيو انطلاقه. فيليندرا توب كرونو سرفل. يلا سير الله. ابتداء من الان المشاركين عندهم 40 دقيقة لرفع التحديات وجمع المفاتيح للوصول لقاعة الكنز والحصول على المبلغ المخصص للجمعية. لازم عليهم يجمعوا 5 المفاتيح على الأقل لفتح الباب ديال الكنز. مرحبا بكم. أول تحدي في هذه الحلقة من جزيرة الكنز في الموسم ديالها الثالث. نتوما واجدين التحديات أكيد؟ بادي لينا بداك الشيء ديال الصحة زعما. عرفتي حيت خلعتيني بسي محمد قيسي بغينا نجربوه شي شوية نشوفوا شنو كاين. صافي قيسي شي غوتة ديال شي غوتة باش يسمعوك النمورة. هذيك الدقة هذيك الدقة. سي محمد مرحبا بك. دونك أنت حاضر معنا في هذه الحلقة هذه، غادي تقوم بأول تحدي، ولكن قبل بغينا ندردشوا معاك شي شويه، نفكروا الناس سي محمد قيسي. كنفكر الناس بانه درتي مجموعه من الافلام مع جون كلود فان دام. تفضل معايا قرب عندي. بسم الله. دونك اليوم واش سي محمد قيسي غيدير ما بجهدو؟ واش غتكون انت بحال كيف ما كنتي مع جون كلود فان دام، ولا زعما غادي يدوز داكشي عادي؟ هاد الوليدات ديالنا غادي نديروا ضروري المجهود ليهم خاطر عزاز بزاف. ولكن ما تنساش ان ضروري غادي نديروا المجهود. انا الفيلم داروا هذه 20 عام 87 كثر 30 يعني كونتيسيون فيزيك ماشي يعني. لا ولكن شوف كيقول لك واحد المثل المغربي، الصحه مشات كيبقى الفانت. ياك سي محمد قيسي شوف 54 عام غادي نديروا المجهود ان شاء الله. غادي تلبس هاد الليغات هادو. بسم الله. في هاد التحدي على المتسابقين تحرير هاد السيف الحديدي من الحجم الكبير، ثم الضرب على الحبل حتى يتم تحرير المفتاح. علي قيسي علي قيسي علي قيسي علي قيسي. سي محمد قيسي اول تحدي في هذه الحلقه هذه ليكسكاليبور، غادي نشوفوا شنو غادي يدير بعد الفاصل.
مشاهدينا رجعنا معكم سي محمد قيسي امام اول تحدي ديالو. 3 2 1 توب. طلع فوق الخشبة، طلع فوق الخشبة. لا لا جرب من تحت، من تحت هكا. طلع طلع مزيان، جرب مزيان. جرب 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 جرب. هذا اسمه عند ديال هذا. قايسي 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 قايسي. إيه متخ؟ زعزعوا زعزعوا مزيان، زعزعوا من اللي منو لازم هكا. غادي غادي غادي. يا بارك الله عليك، درتي مجهود كبير ولكن معليش كنعرفوا القضيه ان السيف الثقل ديالو تقريبا واحد 125 كيلو. دونك يعني بابا سي احمد بابا ماشي مشكل ماشي مشكل يعني لا ما كاينش يعني ماشي مشكل. وانا عارف بان عندك دارك ظهرك شويه دونك احنا هضرناك ماشي مشكل. السارو الاول مشى لينا ماشي مشكل. السر فر عطيه لينا اش تبعوا تبعوا مرحبا بكم على سلامتكم. ام دراسي محمد اش كاين؟ ايوا ها قلت لك شحال خايسي قلت لك راه الفيلم داروا 25 عام هذا ولكن ماشي مشكل ثقه على سمعوا بصح محمد برافو عليك لانه بمجرد بعدا باش جبت السيف راه ما سهلاش تبارك الله عليك. يلا حنا مازالين في البدايه حافظوا على هذه الانرجي هذه وعلى هذا الحماس لانه مازال عندكم بزاف ديال الفرص فين تاخذوا السوارت. كتبان لي ابتسام مخبيه ابتسام انا كنعرف ابتسام خوافه ياك وعطيتها التحدي يعني ما بغيتيناش نجيبو السر. دونك دونك دابا انت تعرفها خوافه انا تنعرف العكس. ويلي انا تتبان لي ابتسام شجاعه وزاعمه وعندها كاركتير. لا لا كاينه لا تخيبنا ياك لا تخيبنا ياك. غادي تدخلي لداخل عندك بزاف ديال الخابيات كيخصك تقلبي فيهم كاملين على ساروت. شنو في الخابيات؟ حاجه وشنو فيها؟ كاين الخابيه اللي فيها العسل، كاين اللي فيها السمن، كاين كل وشنو فيها؟ كاين اللي فيها الزيت. ما تخافش خابيات. شنو في الضلع؟ في الضلع، ماشي والو. شوف يا ابتسام وحده مور وحده يلا. حاجه وحده ابتسام. قلبي في كل شيء. في الخابيات كاملين. 3 2 1 ابتسام ما لقيتيش فادي قلبي في الاخرى. الاخرى قول لي دوز الاخرى سيربي سيربي مزيان 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 سربه سربه دوري يدك. هاني ابتسام الاخرى سيربي
ابتسام حاولي ديري حاولي ديري يدك بجوج قاعده ديري يدك بجوج قاعده سيري ما تخافي والو ديري ابتسام ابتسام دونك باقي شويه ديال الوقت بقاش ردوا البال صفر ابتسام هذا غير سيرو سيرو المانيكير والبيديكير ومشى كل المانيكير شويه البيديكير سيروس مشى لينا الاول للاسف مشى لينا الثاني ابتسام سلمي عليه معليش لا سلمي عليه الاخره بيد الاخره هذيك تعرفات خليك هيا ابتسام شوفي غادي نخليوك تغسلي يدك ياك وتحكي عندنا التحدي الجاي دراري اجيو حدايا اجيو اجيو زيروا معايا راه عندنا مشكل ديال اننا جوج صورت مشاو لينا فهمتيني معول عليك حمزه دابا في الجايه ولا انت حنا قلتي دي موراي ولا صبر يلا سير للاسف تا ابتسام ما قدرتش تجيب ولكن صعبتي انت شويه لا وشنو ما درتيش مزيان في هذه الحلقه لا لا شوف حلقه عاديه ابتسام ما وفقاش الحظ مي مازال بزاف ديال التحديات فين ممكن دار كل موقف دابا غادي نادي على فاطمه الزهراء اجي عندي فاطمه الزهراء يلاه فاطمه زيد فاطمه فاطمه الزهراء تفضلي دونك قبل ما نعرفوا التحدي ونعرفوا شنو غادي ديري بغينا نتعرفوا عليك انت اولا فاطمه الزهراء شنو تديري في الحياه انا مهندسه ديكور ومن مدينة الجديدة بنت جديدة شنو اللي خلاك تجي تشاركي في جزيرة الكنز؟ أول حاجة هما هذوك اليتامى اللي بغينا نعاونوهم باش نخليهم يقراو حتى هما ويوصلوا وغادي نديروا كل شيء اللي في جهدنا باش نعاونوهم ونربحوا السوارت واخا ضيعنا جوج إن شاء الله غادي نعاودوا فاطمة الزهراء الفرقة ديالك حتى لدابا ما عندها حتى زاروت ان شاء الله نكون في المستوى يعني الا ربحتي التحدي غتكوني انت اول ساروت ربحتو ان شاء الله غادي تسلقي هذا القادوس كامل كيخصك تطلعي حتى للراس باش تاخذي واحد الرمز كود قولي عليهم وهما يحلوا وياخذوا ساروت يلا بون كوراج علي فاطمه الزهراء علي فاطمه الزهراء علي فاطمه الزهراء جوج واحد توب حمزه اجي معايا حمزه علي فاطمه الزهراء كتحاول انها تدخل هنا يلا فاطمه الزهراء يلا 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 فاطمه الزهراء برافو فاطمه الزهراء برافو مزيان مزيان اذا فاطمه الزهراء غادا مزيان مزيان فاطمه الزهراء غادا مزيان لان تبعت واحد التكنيك زوينه ولكن ان شاء الله غادي تسير الزهراء يلا فاطمه الزهراء يلا فاطمه فاطمه يدفع يمكن 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 زيدي زيدي فاطمة قربتي 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 على ركابك ما تنازليش فاطمة الزهراء ما تنازليش روكي بركابك فاطمة الزهراء روكي بركابك ما يمكنش قربتي قربتي مزيان قربتي فاطمة الزهراء قربتي قربتي فاطمة الزهراء باش ما نضيعوش الوقت حاولي تعطينا الكود من تما ما يمكنش واش كيبان لك كيبان لك حاول يلا حاول 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 جلسي قول هات جلس قول هات جلس حاولت جلسي قول ما يمكنش كل شيء تزوخ تنسارة ظهرك فات السلف هات السلف عكوش ورجليك في الأطواء فهمتي بحلي كالسة بحلي كالسة يلا فاطمة سارة جلسة
ضربتي سير فاطمة سارة. حاولي تقول شي. شوف شوف كتسمعينا فاطمة سارة. هانت شوفي كتشوفي يديا كتشوفيها. شوف ليش بحال هكا ظهرك هنا ظهرك هنا. شوف شوف بحال اللي قال. سمعينا فاطمة سارة. صافي صافي حبس فاطمة زهراء رجعي سي بون صافي. للاسف التحدي ما قدرتش تكملو ولهذا مشى لينا الساروت فرقع. لا لا راه ما ساهلش التحدي ما ساهلش. فاطمة زهراء حتى لي شوسور ما معاونينش. كنتي غاده في الاول مزيان شنو اللي خلاك ما تراجعي في الاخر؟ كاين طلعتي في الاول مزيان. ما كاين شي ماده كتخليك تزلق ولا شوسور ما يمه. انت بغيتي ما تكون حتى ماده تطلعي ديرك والما. معليش ان توكا درتي مجهود كبير. تزلق ما على المجهود ديالها. برافو برافو ديزولي. لا معليش اليوم ما خصك تخسر. يلا نعول عليكم. يلا تبارك الله عليكم تحدي تحدي. ما عرفتش هاد الحلقة هادي بادية في شكل. لا 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 انا ما عجبنيش بس غتغطي. علاش فاطمة الزهراء شنو دارت؟ لحد الان كان غير الماء بوحدو كافي نقدر نوصل ولكن كاين كنزلي شي حاجة كتزلق. زيت العود ضربونا بالعين. لا شوف ابتداء من دابا الا ما ضيعتوا حتى شي فرصة تقدروا تكونوا مزيانين. يلا معول عليكم. شكون هنا الشعار ديال اسبوع؟ شكون حنا اسبوع؟ وشكون حنا وشكون حنا وي وي وي. إذن حمزة كيدير؟ صافا بخير الحمد لله. مرحبا كي جاتك جزيرة الكنز؟ عجبتني بزاف. ياك زعما غنضرب معاك فيها؟ والله إلا فرحان بخير. ماشي غتضرب معايا فيها. أنا بغيت نصيفطك تشوف مول الحكمة. الله خويا الله. ياك درت لك ما عنديش مع الحكامي. ويلي الله. شوف أمي شوف 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 غنجيبها إن شاء الله. هاد اللحظة بالذات حمزة ما عندكش الحق في الخطأ. ياك ها هو هذا مسؤولية كبيرة. خاصك تحيد لي ملاكس. لا إن شاء الله. يلا حمزة ملي دخلت مع الفيلين درت فوسخ. إلا خسرتي بلا ما ترجع. صافي حمزة شوف الله يكبر عليك. غادي تمشي مع السرفر. يلا عند بو الحكمة. يلا عندك حمزة معولين عليك. صافي الدراري غتسخات على حمزة. نتمناو حمزة في ليلة يجيب لنا السالوت الأول من عند بو الحكمة. مشاهدينا أنا غادي نمشي نوجد التحدي الثاني ونتمنى تكونوا في مستوى التحدي هذا. يلا نتلاقاو من بعد. غادي نتهلا فيهم غادي نتهلا فيهم. مرحبا 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 الله يكبر بك. مرحبا سيدي مرحبا. انا كنعطيك الخير راه ليا يدك. الله يكبر الله يكبر بك. عرفتي علاش كندير هاد الشيء؟ بغيتك تجاوب. مرحبا انا بغيت نجاوب. ولكني راني مقلق عليك. علاش؟ كاع الناس صيفطتهم للعمره الا انا. مرحبا بك. علاش ما نمشيش انا للعمره؟ لا مش بحوايجك. يلا معايا صافي. والله انت ما يدي احسن منك. ها انا غادي نشوفو اسيدي. يلا مرحبا. الله يحفظك. بسم الله. وكل لي هذيك ديال وقول لي كيفاش راه انا اللي مصوبه داك الشيء. زيانة شي شحال مالي فيك الزهر والحلوه وحفظك. اذا خصك تجاوبني راه الا ما جاوبتينيش غادي نتقلق. نحن ان شاء الله غادي نتقلق. ما تقلقش انا بحالك. صمت ليا مزيان وتنقول لك جاوب عاد جاوب. حاجيتك على الحا والحا حمراء وهي يابسه وخضراء وهي نابته وبشكيلاتها راها شاده وثابتة. نعود. حاجيتك على الحا والحا حمراء وهي يابسة وخضراء وهي نابتة وبشكيلاتها راها شادة وثابتة ومزينة يدين فاتحة وحادة. هذول ما كنعرفهمش وما بيني وبين حتى شي حاجة. أنا كنقول لك. لا وكتبدا بالحا. إيه الحنة. أه حنة. متأكد؟ متأكد. حنة. كمل هذيك كمل. أنا نبداك في الكمل. لا غادي نردو البلاصه. الله يهديك. الله يكبر عليك. الله يحفظك لينا. الله يخليك لينا. بلاتي شكرا. قالوا لي عندك شي شطحه مزيانه خاصه كديرها باش كتفرح. ودابا انا سير الله يلا. سير سير. ايوه 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 انا بالراحه. الله يخليك لينا. يلا زيدي. الله يحفظك ليا. ايه الله خصك تفرحهم وتشطحهم وتضحكهم وتعطيهم السؤال وتزيد كاع تبينوا ليهم هذا واش هدي عليهم وشوف واش يديك العمره ولا ما يديكش. وهذا الشيء انا كنتسنى. اه هو السرفر مع حمزه. نتمنى انه يكون فاز. حمزه جرجي. نو 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 لا حمزه عفاك.
حمزه الفيلالي قدر انه يفوز الساروت الاول. الحمد لله. دونك ان شاء الله تكون هذا الساروت فيه الخير علينا، وانتم مشاهدينا غنمشيو كاملين انا وياكم والفريق ديالي للتحدي الجاي، وان شاء الله نفوزوا بالساروت الثاني. دعيو معنا، هيا بنا. ابو يلا الحمد لله. الحمد لله الساروت الاول حمزه في الليله. الساروت الاول الحمد لله. برافو عليكم. برافو حمزه. حمزه كيف الان؟ الساروت الاول تبارك الله عليك حمزه. العكس دابا حيدناه. لا دابا صراحه كما قلت لكم حيد ليا الخير ديالنا. الساروت الاول هو عندكم، وحنا كيف ما كتلاحظوا في العالم ديال صحصح. شوف رشيد، عطيني شكون هو اللي عندك في الفريق يقدر يدير هذا التحدي هذا؟ هذا نصيفط لي تيسكات ابتسام تسكي. اسمحوا لي اسمحوا لي عندنا طونك بو الممثل البطل العالمي ديالنا والصحيح ديال الفرقه محمد قيسي. محمد قيسي محمد ما فيه والو. هو اللي غيقوم بالشحن. طلبوا الله طلبوا الله طلبوا الله معنا. بسم الله. سي محمد مرحبا. بسم الله. تفضل معايا. غادي يكون مطلوب منكم باش كل واحد يكون في جهه وكل واحد يدفع من جهته. الاول اللي غادي يوصل تما هو اللي غادي يربح. اللي غادي يربح جوج الجوالات هو اللي يربح. سي محمد، الا بغيتي تقول شي كلمه لصعصع شنو تقول ليه؟ نقول له كو لو ميور غاني. برافو. بروح رياضي يا سي محمد. اكيد. برافو برافو. تفضل خذ المكان ديالك محمد. ثلاثه جوج واحد طب. سي محمد قيسي كيفوز بالجولة الأولى. سي إلا ربح هاد الجولة هادي غادي يفوز بالساروت. إلا خسر غنكونوا مضطرين باش نلعبوا جولة حاسمة. لا خذوا بعين الاعتبار أنه دارو دارو. كما كانش دارو دارو كون قسموا علاش دورات بربي تيقسموا. أنا كنعرف سي محمد. يلا واجدين. يلا يلا يلا. ثلاثة جوج واحد طب. كيفوز بهذ الجولة هادي؟ ماشي مشكل. إذا زمون التعادل لحد الآن. جمعية جمعية ولادنا ولادنا. عليه جولة حاسمة. الجولة الأولى فاز بها سي محمد قيسي، الجولة الثانية فاز بها صعصع. غادي نلعبوا هذه الجولة هذه، غادي نشوفوا اللي غادي يفوز بها هو اللي غير التحدي. ثلاثة لولادنا لولادنا. جوج لولادنا لولادنا. يا 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 الساروت وبالتالي هو اللي كيفوز في التحدي هذا. تبارك الله عليك. برافو صح صح. ابخي خل 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 دبوخ دبوخ دبوخ. Yes, yes. Yeah. Hello, hello,
عندكم جوج ديال السوارت، برافو عليكم تبارك الله على السي محمد. كنشم شريحه ماشي هذه. بالفعل بالفعل حنا في القادوس ديال جزيره الكنز. الله ولكن نقي نقي بدي سمالك مالك متخنق انا غير هكا الريحه. شكون قال لك انت؟ شكون قال لك؟ لا حيت وصلت لي هنا بحاول طحت فيها انا اش غيوقع لي؟ لا لا ما كاين يا ربي ماشي انا عاد غير قولي ماشي انا. حمدك حمي يمك الله يرحمك الوالدين حمي يمك ما تقولش ابتسام انت يلا تفضل معايا شوف ما تخافيش ابتسام انت في هذا التحدي هذا غادي يكون مطلوب منك باش تدخلي من هنا من الباب ديال القادوس ياك غادي تدخلي لداخل خصك تقلبي على ستة ديال القرايب بحال هادو. أها قلبي في كاع البلايص في المجورة في القوادس في كل شيء قلبي. شوفي قبل بغيتك تغني لي شي حاجة ديال الكذاب. قبل ما تدخل القادس شنو هي؟ غنغنيوها معايا. يلا تقولوا أنت ليا ها؟ أنت ليا قولها. ساروت شحال نبغيك ونموت على عينيك نقطع البحر ونجيك أنت ليا ساروت لينا ساروت لينا يلا برافو عليك ابتسام في هذا الحماس هذا تفضلي يلا مشيو يلا ابتسام شوفي تفضلي ابتسام ثلاثة على كرشي ولا واحد قلبي في كل شيء طب قلبي في كل شيء ابتسام قلبي في المجورة ما تضيعش الوقت ما تضيعش الوقت ما تخافي من والو ما تخافي من والو يلا ابتسام رجولة ابتسام سيري ما تخافي من والو ابتسام يلا ابتسام قلبي قلبي في قلبي ما تهبش مش عارف منك القيمة يلا ابتسام قلبي في المجورة المجورة حلي حلي هادو حلي 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 زيان زيان ابتسام زيان زيان فينا فينا هو مراك 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 هذاك هذاك برافو عليك برافو عليك لا دريه قلت لك نايض لا حربيه ناضي يا راجل شوف 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 راه وحده طاحت في الارض وحده طاحت في الارض ريح حتى زيدي 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 حمزة تبارك الله عليكم دونك هذا بداية مزيانة حمزة كان فال خير عليكم لأن ربح صاروت الأول دابا ثلاثة سوارت مربوحين متابعين الحمد لله إن شاء الله هذو كاع اللي جايين نحاولوا نربحوهم إن شاء الله كي ابتسام أول مرة كنشوفوا ابتسام تسكت اللي كنعرفوها عندها بزاف لي استيتيك شخصية غادي الله يرزقك شنو الإحساس ديالك وأنت درتي التحدي هذا؟ مع الأسبوع ما كانش استيتيك مع التنفس كنت كنقلب مي كنقول خاصني نسربا باش نخرج لحقاش عندي بروبليم ديال حيت عندي شويه من الازماتي تبارك الله عليك برافو 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 عليك مسالك دابا غادي ندوزو للتحدي الاخر وان شاء الله مربوحه ان شاء الله يا رب سرفر اجي تحاول عليها برافو عليك 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 براف
برافو عليك. كلش على كبرتي لي في عينيك. الان راكم غاديين في الخطه مزيان. ابتسام برافو عليك جبتي السيرو الثالث. حمزه حيد لكم العكس. حيد لي لا سويفه. فراسه لا سويفه. تفاجا من الزهر. ميرسي حيت فسخني من العين. شكرا. هادي كتسمعني؟ كنسمع. تفضل عندي. ما قدرتش يشوفك في الفجر. عرفتي علاش خلوك حتى الاخر؟ هادشي اللي كنشوف على السيرو الاخر. وقيلا. هادي صافا كلشي بخير؟ الحمد لله. نتعرفوا عليك شنو كدير في الحياه؟ الوغ عادي رهوني شوي كادغ بونكار. اون بنك ماروكان واخا من غير لا بنك ومن غير الخدمه ديالك اليوميه انت كدير الماراثون انت وكتري في لاصال شحال ديال الماراثونات درتي جو في 3 ماراثون جوسكا مانو الحمد لله شوف خلي البنكه داك وجب لي الماراثون صافي غير هو الماراثون هذه المره خاصك تجري غتجري ولكن غتجري مع في السقف الله اكبر ما عمرك درتي هذه هذه عمري ما درتها غادي تدخل داخل غادي تلقى واحد جوج ديال لي زيتخيي معلقين في السقف وفي السقف كاين واحد الطريق كاينين دي كروشي معلقين كيخصك تدخل رجلك في لي زيتخيي وكتبقى غادي بدوك لي زيتخيي في السقف خاصك ديرها ديرها غنديرها 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 ولا ما نديرها غنديرها غنديرها يديرها عادي تفضل ثلاثة يس جوج واحد انا عادي انا عادي يس 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 اوه يس عادي يس بلاتي شويه عليك عادي هكاك هكاك عادي بيك عادي سير عادي سير شويه عليك يلا يلا الله يحيد رجلي فوالا ما تبقاش تحيد رجلك منا سير عادي سير ما تبقاش تحيد رجلك منا وتضيع الوقت سير عادي واش ندبها هكا ولا ندبها هكا شنو واش كيغوت عادي ما تقولش تعرف با تعرف با اي 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 امي جايا ما خليتي لي ما نقولك عادي خرج 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 عيد عيد المهمة ما كانتش سهلة عنده مازال عندكم فرص وحدين اخرين فين تجمعوا سوارت نتمنى ما تضيعوهمش ابتسام تيسكات لاباس الحمد لله كلشي مزيان دابا باك حط عليا مالك شوف غادي نصيفطك مع السرفر غتمشي عند بول الحكمه ما خصكش تضيع ما عنديش مع الحكامي كاع ناري ما تعلاش لا شوف والله الا الله ما تعولوا عليا في هذا الشيء غير والله ما كنعرف الحكامي شوف ابتسام غني ليه غير يعطيك السيرو غني ليه ما بغاش يلا ابتسام سيري مع السرفر دعوا معايا ها على ابتسام على ابتسام انا غادي نمشي نوجد التحدي الجاي اللي نتمنى ما غاديش يضيعوا بان لي هادشي اللي كندير راه غادي هو هذاك راه جاوبوا في الاول نتمنى يجاوبوا في الثاني وغندير نفس داكشي اللي مرحبا 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 لالا مرحبا 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 شكرا جيني سخفتي طلعي النفس وشوية عليك شوية عليك شوية عليك هاك يا لالا ذوقي ليا شنو هادشي بسم الله قولي بسم الله الله يعطيك الخير مرحبا لالا كي جاك هذاك الشيء
كمليه لا غتكمليه ما نقدرش لا ما يمكنش واخا نكملوا ليه واخا خليه عندك قالوا لي ما عندكش مال الحجايات انا ما عمرك شي واحد عاود لك الحجايات جداك عاودات لك جداتي ديال بابا عاودات لي بحال كتعاود لي حجايات عاديين يعني ماشي كتعطيني الغاز لا تهضر عاديين وساهلين وزوينين خص غير تركزي معايا شويه قبل ما تركزي معايا غادي تغني لي قالوا لي غادي تغني لي باش نغني لك ولكن غتقبل عليا عرفتي علاش اول حاجه عطيتيني ناكل بعدا عمرتي لي فمي داكشي اللي بغيت ثاني حاجه سخفانه غادي نحاول نغني لك ولكن غتقبل عليا انا غادي نتصنط شوف باش نحب الخاطر اللي بغيتي يلا سولت عليك العدو والناي ونغام تيرارارارا سولت عليك الورد والزهر ونسامو تيرارارارارا مول الحكمة عافاك 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 مول الحكمة عافاك سهل معايا عافاك سولت عليك كل عاشق والهان بارك الله فيك بارك الله عليك بارك الله عليك انا غير واحد كاينه شي آلة اللي كتقول تيرارارارا انا ها هذه آلة جديده هذه تبارك الله واخا لالا تيرارارا تيرارارا سمعيني لالا سمعيني مزيان راها سهله غير تبعيني اش كنقول حاجتك على العين والعين العدو ديال البشر الجمل يتحملو وحتى الصبار الصبار هو الدرك شنو الدرك الدرك هو اللي كيكون في الكرموس والماء ليه قهار الماء ليه قهار سهله مهله ممكن تعاودها نعاودها تبدا بحرف العين بالعين حاجتك على العين ما تعلقش بالعين والعين لا الحرف ديال العين اوكي والعين العدو ديال البشر الجمل يتحملو كيقدر عليه الجمل وحتى الصبار ولكن الماء ليه قهار عافيه يلا المعلم ولكن العافيه على العافيه كتبدا بالعين عافيه كتبدا بالعين عدو ديال البشر وما الجمل كيصبر عليه ولكن البشر ما كيصبرش عليه الجمل كيصبر عليه عمود لا شي حاجه اللي كيصبر عليها الجمل كيصبر كيقدر يتحملها مده طويله العطش هكذا عطش ما ماشي العطش يقول لي لا بزاف باش نجيب شي حاجه اخرى عطش حتى الجمل كيصبر على العطش هاكاك هاك يصبر على العطش وهذيك على اللي قلنا فيها الملي قهار الملي قهار دونك شنو هو هذاك شكرا الله عليك ميرسي الله يعاونك يس الله يعاونك ثاني يلا شكرا يلا بسلامة عليك باي باي ايوا اش غادي ندير نصبر انا نصبر عندي ما ندير صبارة امي صبارة ميمتي صبارة امي صبارة ولكن راه لي الصبر يحدود وراه بركة عليا وهذا الشيء اللي غادي يجيني دابا ما غاديش نتفك معاه وغادي ولا اني راه قلبي هشيش اي والله قلبي هشيش علي ابتسام إذا ابتسام رجعت مع عند مول الحكمة ولكن بان العين 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 مجهدة جبت لكم غير واحد لعيبة كتكال لا لا جبت لكم هذه كتكال كعب غزالة صافي وتا هو شفتها ابتسام ابتسام على ساروت الرابع دابا خصنا ساروت واحد ساروت واحد باش نعول عليك حمزة قول لي يا حمزة وي سي شقليبة عندك معاه شقليبة شقليبة كنا كنديروها في الصورة والله ديرها دابا انا غير شقلبني يلا زيد معايا يلا زيد 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 كيفاش في السبانيلي؟ لا معلم مرحبا مرحبا يا حبيب حمزه ديما كتوصل عندي انت الاول وي علاش؟ خفيف انت تبارك الله عليك توصل عندي انا بسم الله حمزه خفيف علاش مازال شي خفيف خايب شنو دارت ابتسام ابتسام جابت الساروت الرابع وي برافو عليكم ايوا انتم شتي انتم دابا غاديين بشويه بشويه يلا انا جاي لا لا خليك 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 حمزه فيلالي غادي تشارك معنا في التحدي هذا وتقدر تكون هذه اخر فرصه عندكم باش تربحوا ساروت ياك كتعرف الكراج كراجي زرقتوني كراج كراج عرفتها بيان كتعرفو الله يهديك شتي شكون اللي دارو في شكون يشارك فيه الله يهديك شارك فيه عمر لطفي شارك فيه احمد شوقي ليلى حبيبي
وعمر هو الوحيد اللي داروه اللي قدر يفوز به في كاع النسخ ديال الجزيره الكنس. هو يدير انا ما هو خفي هو غنوه واعر انا خويا يلاه بسم الله. حمزه غادي تاخذ هذا الفيديو هذا وغادي تدخل غتلقى واحد الكرسي غتجلس فيه غتضغط على واحد الزر غادي يقلبك للجهه الاخرى تما خاصك تعمرو بليسونس وترجع من نفس الطريق باش تخويه ويخرج لك السعر. شوف كاينه موته واحده ثلاثه ما تخافش ما تخافش جوج واحد دري واحد دري يلاه حمزه حالا فوالا وراك على البطولة وراك برافو احسن شقليبة في العالم كنت فاطر دير سير عمر حمزة عمر مزيان غياب غياب مزيان عمر مزيان حمزة عمر مزيان عمر زيد عمر اش عمر كرسي الاخر كرسي الاخر هذا الله دابا واحد عندك شويه باقي عندك شويه فين قال له فين نديرها فين ما كاين والو حمزة حاول ما تدورش الفيديو بزاف علي حتى تخوي عليه على وجهه ما فهمتش تكنيك مزيانه وغادي مزيان ان شاء الله نقدروا نجيبوا الثالث الخامس انا كيف هذا عرفتي شنو كنتي غادي مزيان بقات لك جغمه وتجيب الساروت ولكن كل شيء برافو 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 بارك الله عليك برافو عليك انت درتي واحد التقنيه لان كاع تحديث اللي دازوا اغلبيه ما كيعمروا والو انت تقريبا عمرتي كل شيء دونك بقات لك شويه وتربح تصفيقات على حمزه الفيلالي عندك شي بريكه حرق راسي دابا غادي نمشيو لاخر تحدي وان شاء الله اسمحوا لنا تحديات سالة للاسف نو دونك سمعنا اشاره الكونغ دابا لا جمعنا اربعه السوارت دابا غندوزو لمرحله اخرى اصعب اللي هي مرحله المغامرات ونتمنوا اننا نجيبوها معليش اربعه السوارت غادي يعطيونا ساروت ياك وغيحيدوا لنا شي حاجه غنتعرفوا على هذا الشيء كامل حالا امام ساحه الكنز مع صرفر يلا يلا الحلقه هذه نعم صعبت معاهم شي شويه بزاف هذوك تعرفوهم كنعرفهم انا يلا مرحبا بكم كيف ما كان الحال وصلتوا انتم امام ساحه الكنز شحال عندكم ديال السوارت حتى لدابا اربعه ديال السوارت كيف ما قلت لكم اربعه ديال السوارت ما كافيينش باش تحلوا ساحه الكنز خصكم على الاقل خمسه ديال السوارت
غادي نطلب منكم باش ديروا كل واحد يدير سالو ديروه في بلاصتو تفضلوا. دورو عادي لا يحطوا صافي دونك خاصنا سالو تفضلوا. دونك كما كتشاهدوا كاينين اربعه ديال السوارت وواحد ناقص. سالو اللي ناقص كي غنديروا غادي نعطيه لكم من عندي. الله يحفظك عليك عارفك ها هو والله الا شوف ها هو ماشي فابور مالك فابور ها هو سي محمد هذا السالو ديالك تفضل ولكن ماشي فابور غادي نحيد لكم 10 ديال الثواني الثمن ديال هذا الساروت امام ساحه الكاس اخر ثمن دير معنا اخر ثمن صاوب معنا اخر ثمن صاوب معنا شي اخر ثمن احمد صافي ما كاين مشكل دونك خصكم تكونوا سرع اكثر فاش تحلوا الكنز رحله البحث على السوارت لا حول ولا قوه سالات دابا غنبداو رحله واحده اخرى غتبداو تقلبوا على الرموز خصكم تقلبوا على ثلاثه ديال الرموز اللي غادي يعاونوكم باش تلقاو الكلمه السر اللي بها غتحلوا الكنز مرحله حاسمه وخصكم تعطيو اكثر ما في جهدكم لانها صعب من المرحله الاولى حنا صراحه بدينا في الاول بدايه متعثره ثلاثه التحديات الاولين خسرناهم ولكن بعد راه ترابينا وربحنا اربعه ديال السوارت برافو عليكم ولكن ان شاء الله في المرحله الرموز معول عليكم لا ان شاء الله تبعوا التعليمات ديالي وان شاء الله غتربحوا لا شوف غير ما تبعوش التعليمات ديالو غتربحوا حاجه واحده بغيت نقول لكم بانه كل شيء مازال بين يديكم شكون حنا اسبوعه وشكون حنا اسبوعه شكون حنا اسبوعه وشكون حنا وي 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 اول رحله بحث على الرمز الاول غادي تكون عند سي محمد قيسي غادي يمشي مع السرفر عند مول الحكمه وحاول تجيب لنا الرمز الاول علي قيسي تفضل ودابا غتمشيو معايا كاملين باش نوجدكم التحديات اللي جايين يلا اللهم اربح شو دابا صار ما تحرمش يا سلو في هذه المرحله المشاركين كيبحثوا على الرموز عوض المفاتيح في ثلاثه المغامرات عليهم يجمعوا أكبر عدد من الرموز للتعرف على الكلمة السر اللازمة لفتح صندوق الكنز هذا اش غندير معايا ما الله منتي منتي صافي تا هو غادي نرشو بالزهر لا ماشي ها هي السلام عليكم مرحبا سيدي مرحبا مرحبا تبارك الله عليك الله يحفظك راني يديك راني يديك ها شم 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 وراني هذيك الرويصه الله يعطيك الخير مرحبا سيدي مرحبا تبارك الله عليك الله يبارك فيك كي دايره طاطا الحمد لله الناس ديال طاطا الله يعمرها الله يحفظك سيدي عارف اللي كاين عارف الحمد لله الحمد لله باقي شي جهد ايوا راه حنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله وشكروه راه داك السبع اللي كنسمع نعم جايه من عندك انت حيت انت اللي داير بحال السبع تبارك الله ياك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك هاك نسيت هاك سيدي بسم الله بسم الله هاك كول مع راسك وتقوت كي جاتك انا اللي مصوبه اي حاجه اللي جايه من البلاد ديالنا المغرب تعجبني الحمد لله والشكر لله ولكن قبل ما غندخل معاك لهذا الشيء ضروري ضروري من الكتاب بارك الله عليك بارك الله عليك الله يبارك فيك بارك الله عليك الحمد لله ورانا دابا المسقي المسقي وعلاش جاي دابا انت حاجيتك على الباء يعني كتبدا بالباء نعم والباء بيديها وبرجليها وتسنى اللي يديها وباش تمشي خاص ليه الزها على راسها ويدفع بها معاونه البناي وما مخليه من جهدها علينا البرويطه يلا المعلم دابا انت غير جيتي وقلتي هادشي نعاود حاجيتك على الباء والباء بيديها وبرجليها وتسنى اللي يديها وباش تمشي خاص ليه الزها على راسها ويدفع بها معاونه البناي وما مخليه من جهدها علينا البلا دابا انا عذرت لك ها ها ومشيتي اسمح لنا ها اشنا هي اش قلتي انت انا قلت برويطة هو هاك سيدي انا شنو كنت غادي ندير لك ها وها ولا اني تبقى ما قدرتش ما قدرتش الله يرحم والديك ونمشي بعض ما تصحاح شكرا نصدق انا عاوتاني ها شكرا الله يعطيك الخير الله يعطيك الخير شكرا بزاف يا ربي وشكرتك الله يرحم والديك يا ربي وشكرتك شكرا الله عليكم اسيدي قلبي كان غادي يسكت عليا عباد الله ميمتي ميمتي انا غير طلع عندي قلت صافي مشيت ولا اني كل شيء داز بخير الحمد لله
الحمد لله. مشاهدينا رحله البحث على الرموز بدات. سي محمد قيسي مشى باش يشوف مول الحكمه واش غادي يجيب الرمز الاول ولا لا. كيف ما كتلاحظوا حنا في هذا التحدي هذا وفي هذه المغامره كاينه ابتسام تيسكيت غادي ديرها هي وحمزه فيلالي. وفي هذه الاثناء كيلتحق بنا السي محمد قيسي اللي جا مع مول الحكمه. اش درتي قيسي؟ ايوا في راهم هذوك الخوت ديالنا حمزه ابتسام هنا. انا غير شنو درتي انت؟ سمحوا لنا درنا السبب درنا المجهود وما جبتي والو. درنا والله الا درنا السبب وربي يكمل. برافو سي محمد. الاول بضل محمد قيسي نعطيك الصحه. هذا هو الرمز الاول ابتسام. سي محمد دار لي عليه. دابا انت وحمزه اللي خصكم تجيبوا الرمز الثاني باش يسهل عليكم وتلقاو الكلمه السر. سي محمد انت غتشارك في التحدي هذا. مرحبا. كيف ما كتشوف ابتسام هاي شاده بلاصتها. حمزه ابتسام راه هو في بلاصته. التحدي هذا انت عندك هاد لابواط هادي انت اللي غادي تحكم في هاد الشيء. دونك عندك هاد الساروت هذا خاصك تلقى الساروت اللي غادي يناسب باش تحل هنا. غدور وغادي تورك هنا. هنا فين غادي تطيح هاد لابلونش هادي. ابتسام غادي يكون مطلوب منك باش تلوحي الساروت اللي عندك قريب لحمزه. حمزه كيخصو يعوم ياخذ الساروت ويرجع للبلاصه اللي كان فيها باش يحل ويقول لك لو كود وتدخله هنا وتاخذ الساروت. يلا ثلاثه جوج واحد طب. يلا محمد خيسي يلا ضرب دغيا الساروت. يلا مع الساروت الثاني. ابتسام وي واجده بسم الله. حاولي تتقرب على بركه الله وتحلي الساروت. يا ربي توقف معايا حمزه. بسم الله يا رب. استعمل متخممش انا معاك. ابتسام ابتسام واش دير راسك؟ مجدة صافي يلا قيسي. ابتسام بسم الله. واو لاح لاح اي 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 لاح الساروت بعيد. ابتسام ابتسام لاح الساروت بعيد. صعبات المهمة على حمزة ولكن حمزه كيعوم مزيان. برافو برافو ابتسام. برافو علي حمزه. وحمزه شكون غادي يعاون ابتسام؟ المشاهدين كما كتشوفوا حمزه دابا كيعوم مزيان وغادي يرجع باش يعطينا كلمه السر. ها هو رجع. اذا حمزه خدا الساروت في الاثناء وغادي يرجع دابا باش يحل ويعطينا الكود اللي غنركبوه هنا باش ناخذوا الرمز. علي حمزه. علي حمزه الكود 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 الكود. بنسمع الكود نحاول تركبوه هنا قيسي. أي حمزة. إذا حمزة دابا قرب من لابوي باش يحل ويعطينا الكود اللي غندخلوه هنا باش ناخذوه. ابتسام كيما شفتوا لاح لي ساروت بعيد ولكن قدر أنه يمشي في الوقت ويرجع في وقت قياسي. مزيان حمزة طلع فوق لابوي. حمزة فوق لابوي مزيان. شحال بقينا الوقت راشد؟ مابقاش الوقت بزاف ولكن الى عطانا علي حمزه غادي نكونوا في الوقت ان شاء الله ونرد بالرمز ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. خمسة وأربعين 28 28 شكرا. سربي سربي 45 28 45 28 يلا 28 أبغيت مي. حل حل. برافو حمزة وابتسام قدروا أنهم يجيبوا الرمز الثاني. تبارك الله عليك حمزة. تبارك الله عليك حمزة. ما عندي مثالكم غادي ندوزوا دابا. شكرا إن شاء الله المغامرة الثانية. شكرا لكم نتوما اللي دائما كتعاونوا وكديروا كاع المجهودات وكاع هادشي كامل على قبل الجمعيه. فاش تنشكر من هذا المنبر كاع الفنانين اللي شاركوا معنا في جزيره الكنز. نمشيو دابا للمغامره خويا القروش هادشي ان شاء الله. تبارك الله عليك. يلا سير بسم الله. واو اذا كيوصل عندنا الفريق وكنظن بانه ابتسام وحمزه تمكنوا انهم يتوفقوا الرمز الثاني. الرمز الثاني برافو عليكم. عندكم الان جوج ديال الرموز وعندكم فرصه اخرى باش تجيبوا رمز ثالث. مشاهدينا وصلنا لهذا التحدي هذا اللي غادي يشارك فيه كيف ما كتلاحظوا عادل وفاطمه الزهراء
غادي يكون مطلوب منهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حمزه كنت تحفظ ليها فهاد الاثناء. برافو. ابتسام. ابتسام فين هي؟ ابتسام تقصحها شويه. ياك؟ تقصحها شويه. خدامي طاحت. بونس غادي تكون ان شاء الله مزيان. غادي تكون بخير، انا غادي نمشي نشوفها من بعد. يلا نبداو هذا التحدي ديالنا فاطمه الزهراء وعادل. مهم عندكم خصكم تمشيو في هاد لابوتخ هادي، وكيف ما كتلاحظوا لهيه كاين واحد الكود، فاش غادي توصلوا ليه غتقولوه لهم هنايا، هما غادي يدخلوه وياخذوا الرمز الثالث. ردوا بالكم راه تيخرج الماء من هاد لابوتخ هادي. فاطمه الزهراء نطلب منك باش تقربي. فاطمه الزهراء ونعطيو التوب ديبار. الي بونكوراج. ثلاثة جوج واحد توب. برافو عليك فاطمه الزهراء. حاولي تحدي التوازن ديالك فاطمه الزهراء. يلا سيري 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 بداي ما تخافيش. يلا الاولى مزيان زيدي شويه. برافو فاطمه الزهراء. ديري جنب فار مزيان فاطمه الزهراء. اتونسيون لي كورد تو دوفمون با لي سور لو كوتي سي تو بريفير. شويه عليك فاطمه الزهراء الا قدرتي تغطي على الرقبه. سيغ طون جونو ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش. سي تو بو تو ميت سور تي جونو تو تونير. فوالا خليك تحرك الشيخ مزيان. زهراء برافو 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 فوالا خليك خليك. برافو عليك. برافو عندي ما يتسالك. اوه يلا عادل دغيا دغيا عادل دغيا دغيا. يلا عادل حاول حاول. الله يرحمك الوالدين عادل. حاول عادل حاول. الوالدة الوالدة عادل. المهم عادل ما تخاف والو سير اخويا. اساي دو ركاردي لو سونتر كوم تي بي لا ركاردي لو سونتر. فوالا عادي. يلا عادي برافو 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 عادي. سير سير. هي كتقول لا 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 هي كتكون سهلة ولا لا 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 برافو لا برافو برافو لا لا قربتي قربتي. يلا سير دابا سير دابا سير. كالمومون عادي دابا كالمومون كال 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 يلا يلا قربتي 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 بابا ارجو بال ارجو بال لان الوقت ما عندناش. ما بقى لك والو بقات لك خطوه. شحال شحال 31 27 31 27 هاي تفرقع. يلا زر زر. برافو عادي نقص الماء. واحد جاز عفات. بارك الله عليك. اذا الحمد لله قدرنا اننا ناخذوا الرمز الثالث. فدابا عندنا ثلاثه ديال الرموز ان شاء الله باش غادي نمشيو للساحه ديال الكنز. تبارك الله عليكم. باي باي. يلا قيسي يلا ديمي هاي فايف ديمي هاي فايف. زيد وصلنا الآن للمرحلة النهائية في جزيرة الكنز. انطلاقا من الرموز المحصل عليها يجب على المشاركين التعرف على الكلمة السر فتح الكنز وجمع أكبر عدد من القطع النقدية في وقت محدد. مرحبا بكم. الله يبارك فيك. برافو عليكم. برافو عليهم داروا باركور زوين، ولكن للأسف ابتسام وقع لها واحد المشكل جا بحال هكا لاكاج. دونك دابا كتلقى العلاجات باش ترجع لينا ان شاء الله. علي ابتسام علي ابتسام وتوصي. يلا كيف ما كان الحال وصلتوا امام ساحه الكنز. تبارك الله عليكم جمعتوا ثلاثه ديال الرموز. برافو عليكم. ماشي سهل باش تجمع ثلاثه ديال الرموز. برافو عليكم. بديتوا الحلقه كيف ما شفنا
شويه متعطره. ضيعتوا ثلاثه ديال السوارت في الاول، من بعد دركتوا الموقف وساليتوا امام ساحه الكنز باربعه ديال السوارت. كنذكركم بانه عطيتكم ساروت، بالتالي عندكم ناقص 10 ديال الثواني. الوقت اللي عندكم هو 2 دقائق و50 ثانيه. بمجرد ما غادي نعطي انطلاقه غادي تشوفوا شكون اللي غادي يحل الرموز اللي عندكم، وتلقاو الكلمه اللي كتجمعهم بثلاثه اللي غادي تكون هي الكود اللي غتحلوا به الكنز. واضح؟ واضح. اوكي، نعطيو انطلاقه. عادل عادل عادل. اوكي داك، يلا كيف ما كتشوفوا كي بغيتوا النمو راه حاضر الكنز. غادي نطلب من فيليندرا باش تدخلهم. فيليندرا دخلي النموره. يلا. هو ان الكلمات الا عرفتوا غير الجوج الاولين عرفتوهم بلا ما تحلوا الثالثه باش ما تضيعوش الوقت. عادل وقف تما، مي ما تبداش حتى نعطيك التوب. ثلاثه جوج واحد توب. يلا عطينا الكلمه الاولى، دابا غادي نحاولوا نتعرفوا كاملين. حاولوا تكونوا صراع لانه عندكم فقط معلب. الكلمه الاولى معلب. معلب شنو الثانيه؟ الثانيه شنو هي؟ البحر. البحر شنو هو اللي في البحر معلب؟ معلب شديد. شوك. 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 سمك. سمك. متأكدين؟ سمك. سمك. متأكدين ولا لا؟ سمك. 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 سين ميم كاف. يلا سير اخي. تفضل. سين. سين. كاف 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 كاف. ميم. ميم. لا شوفي كتضيعوا في الوقت. حيد انت حمزه. حيد حمزه. حيد حمزه. يلا غادي نطلب منكم باش تشوفوا كاملين في الكنز. سمك هي الكلمة اللي لقيتو. فيليندرا حل الكنز. عندكمش الوقت بزاف. كنذكر بان الوقت فكروا في الجمعيه اللي لاعبين من اجلها، وفي ابتسام اللي عاونتكم بزاف واللي كانت كتمنى باش تكون معاكم دابا. هي هي هي. يلا 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 خيزي حاول تضرب شويه. دروج دروج دروج. يلا يلا حاولوا تكونوا اكثر سرعه. يلا مزيان تبارك الله عليك. يلا يلا راكم تقال بزاف، حاولوا تسرعوا. ملي تسمعوا دقة الجرس ما يبقى حتى واحد داخل. تفضلوا معنا. تبارك الله عليكم. وما نساوش كذلك ابتسام تيسكات اللي ما تمكناتش انها تكمل معكم المغامره. اكيد غادي تكون مزيانه ان شاء الله. مي دارت جهدها باش عاونتكم باش وصلتوا حتى انتم. لولا المجهود ديالها ربما ما كنتوش غادي توصلوا لهذا الشيء اللي وصلتوا ليه. طبعا هذا المجهود كامل غيمشي على قبل الجمعيه اللي جيتوا من اجلها. اكيد الجمعيه من الناس اللي كتحارب مزيان. اللي كتحارب هذا المدرسه. الجمعيه اللي مؤخرا زعما دارت واحد الجيست كبير واللي كدير بزاف على هذوك الوليدات باش يقراوا. شريت لهم 4000 في تي تي باش يقدروا يمشيو وتقربوا من المدرسه. دونك صراحه زعما بديله طيبه بزاف وفريمون نقدروا نصفوا عليهم. برافو عليكم تبارك الله عليكم. اذا الجمعيه اللي لعبتوا لها هي هذه. غادي نشوفوا المجهود ديالكم شحال جاب لكم وشحال غتهديوا لهذه الجمعيه هذه. سيرفر تيتسويت تفضلوا. عطيونا نعبروا شحال جمعتوا. شكون حنا؟ شكون حنا؟ شكون حنا؟ وي 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 الاسبوع عمرو ما يرجعوا للور. تبارك الله عليكم. غادي نشوفوا دابا لهيه شحال جمعتوا وشحال غادي تهديوا لجمعيه بنيز ناسن اللي كتحارب الهدر المدرسي. والمبلغ اللي حصلتوا عليه 57900. برافو برافو عليكم.
هو صعيب امام ساحة الكنز بربعه ديال الافراد توصلوا المبلغ بحال هذا. وربما كون كانت بشي سمعكم كنتوا غتكونوا احسن، ولكن تبارك الله عليكم تمكنتوا انكم تجمعوا مبلغ بحال هذا، مبلغ مهم واكيد تمام غادي يحل مشاكل كبيره للجمعيه الاطفال. هذه جمعيه نبيله اللي كدير هادشي باسكو اهم حاجه عند الشباب، والشباب المستقبل اللي هما اللي غادي يهزوا الدرابو غدا هي القرايه. حيت الشباب بلا قرايه ما غادي يخرج لك ما هو جوه المجتمع غادي يخسر. دونك الحمد لله كاين بحال الجمعيات وحنا شرف لينا نجمعوا زعما نلعبوا من اجل الجمعيه هذه. وهما خصهم غير يشدوا لنا الباك لا ليسانس الماستر او الدكتوره. بارك الله عليكم. النهايه ديال حلقه اليوم مشاهدينا كنشكركم كذلك، وكنقول لكم الا بغيتوا تتابعوا الحلقه ديالنا ولا بغيتوا تشوفوا ايضا الكواليس والطرائف اللي كيطراو في البرنامج ممكن تشاهدوهم على الموقع الرسمي ديال البرنامج. وصلنا النهايه ديال هذه الحلقه هذه، حتى حنا ما سخيناش بكم. شكرا على الروح اللي عطيتونا. برافو عليكم. بارك الله عليكم. نلقاكم ان شاء الله في مغامره اخرى. السلام عليكم.